الساحل الشمالي اكثر حساسيه من ساحل البحر الاحمر، وبالتالي احنا بنديله اولويه في اي مشروعات تتعامل مع التغيرات المناخيه. تصريح بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق كان مبالغ فيه شويه، لانه الكلام اللي هو بيقوله ده كان يبقى صحيح لو كنا احنا ساكتين. لا، هو في اخطار، ايوه في اخطار، احنا لا ننكر وجود الاخطار، ولكن احنا بنتعامل معاها وبندرسها وبنعمل المشروعات والاجراءات اللازمه للتعامل معها والتخفيف من وطئتها.